كنت قصيت هذا المنخار الطويل اول شيء لو بدي اعمل عمليه تجميل. شو هالمسلسل هذا؟ شو هالمسلسل؟ بقول شكرا لكل واحد ظلمني يعني. نحن يمكن كان طموحنا دولاب سياره. ممكن حسام عيد اذا عرض عليه عمليه تجميل انه هو يخضع لعمليه تجميل؟ مستحيل. كنت خضعت اول شيء، كنت قصيت هذا المنخار الطويل اول شيء لو بدي اعمل عمليه تجميل. شو هو برجك؟ وبتعتقد انه اهميه الابراج مهمه جدا وبتتابعها انت؟ انا برجي الجدي، ما كثير بتابع الابراج، مع انه الواحد يعني بالفضول بتابع، يعني انه بتابع لحتى يكون انه والله البرج اليوم ممتاز والله كذا، فعلى الفضول بتابع. اذا حدا غلط بحقك بترد او بتفضل الصمت وليش؟ لا، كثير ناس غلطوا بحقي وبقول لهم شكرا، هي طبيعتي. اوقات الفراغ كيف بتقضيها؟ هلا شوفي، انا بالاساس عازف جيتار قبل ما اكون ممثل، يعني انا عازف محترف كآلة الجيتار، فبالفراغ الاكبر ممكن بتسلى انا وجيتاري شوي. الموسيقى بتنسي الواحد العالم وبتحطه بجو ثاني من احلى الاجواء. بتابع يعني التلفزيون، بتابعه للاخبار كثير، يعني حتى بالدراما ما كثير بشوف، بتابع اخبار كثير بالتلفزيون. شو اكثر اغنيه بتسمعها وليش؟ هل يا ترى بتشكل عندك ذكرى معينه؟ هلا شوفي، ما كثير بدي بدقق على الاغنيه، لا بس انا بحب، انا جماعه الجيل القديم، يعني انا جماعه وديع الصافي وفيروز وصباح ام كلثوم. اكثر حدا يمكن بيخليني اتفاعل معه هو الله يرحمه وديع الصافي. اكثر مناسبه بتحب تحتفل فيها؟ هلا شوفي، اي يوم فرح هو احتفال، يعني انت وقت اللي بتكوني مبسوطه مع عائلتك هو عيد، وقت اللي بيجيكي عمل مهم كثير وانت مرتاحه فيه، هذا هو انا هذا برايي هذا هو العيد. الفرح هو شيء له علاقه بالعائله وله علاقه بالعمل وله علاقه بالصحه. مسلسل الهيبه بيستاهل كل هاي الضجه اللي اخذها؟ مع احترامي لكل المسلسلات، مسلسل الهيبه الله يعطيهم العافيه، طبعا في جهد واضح، يعني في جهد واضح لهدول الناس اللي اشتغلوا، يعني انا يمكن حضرت حلقه او حلقتين. في شيء على الصعيد الاخراجي، المخرج مع احترامي له، هو مخرج ما في علاقه نهائيا، يعني ما بعرفه، بس هو واحد موهوب جدا، يعني انا عم بطلع على الكوادر تبعه، يعني انا بحكي من وجهه نظر فنيه، عم بطلع على كوادره، على حركه الكاميرا، على الاضاءه اللي عنده، على 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 الميزانسين العام، يعني مخرج انا برايي كثير مخرج مهم اللي شاغل هذا العمل. ومع احترامك لكل الشباب الممثلين كمان الله يعطيهم الف عافيه، نحن ما لازم دائما نبخس اي عمل حقه. بيجي واحد مثلا من الناس بيقول لي شو هالمسلسل هذا؟ شو هالمسلسل؟ لك طيب هو عم بيتابعه، عم بيستناه كل لحظه، طيب انت ليش عم تتابع هذا المسلسل وليش عم تستناه باللحظه وعم تنتقد هذا المسلسل؟ ليش؟ لو ما انه مسلسل مهم ما بتتابعه انت. ممكن نتقدم مشهد جريء وفي قبل؟ والله ما بعرف ما بظن، يعني ما بعرف شو المشهد وشو الهي، بس بالنسبة إلي بظن لا. مين أكثر حدا ظلمك؟ في ناس كثير بتظلم، يعني بشكل ظلموني إلي، هلا ممكن يكونوا قرايبين وممكن يكونوا بعاد، بس الله يسامح الكل، يعني مثل ما قلت لك وبقول شكرا لكل واحد ظلمني. يعني مين أكثر حدا حبك ووقف معك بموقف أنت تعرضت له وكنت بحاجة حدا جنبك؟ في الواحد يعني عايش بهي الدنيا، يعني في بالقليلة معه زوجته اللي هي شريكته، يعني هي اللي بتوقف معه بكل شيء، هي أكثر وحدة بتوقف معه، يعني فبظن إنه زوجتي هي الأساس بكل شيء، يعني بكل المواقف دائما هي الزوجة. حسام عيد وقت اللي بينعرض عليه هلا بهذا الوقت اللي نحن فيه، أي عمل أو أي فيلم سينمائي بيدور على الأجر المادي صار أكثر، خاصة أنه نحن هلأ صرنا بموضوع أنه كلياتنا بحاجة لموضوع المادة؟ والله يمكن أنا من وقت بلشت أول يوم دراما لحد الآن، هاي كل شيء فيه منتجين وكل شيء بيعرفوا مخرجين أنه حسام عيد أكثر واحد بعيد عن المادة كلهم، يعني مو أنا عم بحكي هلأ، بس تنسأل أي شركة إنتاج من يوم اللي اشتغلت معهم لهلأ أنه حسام عيد بيحكي بالمادة، هي ابعد شيء علي، وبنظلم كثير احيانا بالماده، واحيانا ما بنظلم، لانه الناس اللي بتفهم مزبوط وبتفهم فن مزبوط لا يمكن تظلمك كممثل. في شلليه اليوم بالوسط الفني؟ هلا الشلليه
مو موجوده من ناحيه الفنانين، عرفتي كيف؟ الشلاليه عم تخلق من شيء اكبر من الفنانين، يعني عم تخلق من الظروف الانتاجيه، عرفتي شو؟ يعني في ظروف انتاجيه وفي ظروف اخراجيه، يعني هلا في مخرجين عندهم الشله تبعهم، وفي منتجين عندهم الشله تبعهم. طبعا هذا بهذا الزمن. بالزمن اللي قبل، يعني زمن اساسنا، زمن جيلنا، الوقت اللي طلعنا نحن، كان في شيء اسمه المخرج اللي بيختار الشخصية التي تتناسب مع الدور. يعني حسام عيد ما بعرفه بقوم جيبه لأنه بيتناسب مع الدور، فلان صديقي جدا ومثل أخي بس ما بيركب على هذا الدور بقوم ما بجيبه، وهذا العمل الفني الصح. فهلأ نحن بهذا الزمن بيركب على الدور ما بيركب على الدور، خلاص طالما في علاقة صداقة وعلاقات أخرى فبجيبوا على الدور. فطبعا موجودة، بس أنا برأيي أنه في هذا مو صح، لذلك بحياته العمل الشلالي لا يمكن أنه يزبط. حسام عيد من شو بتخاف؟ ما بخاف من شيء، بخاف على عائلتي بس. يعني الشيء اللي بخاف منه الوحيد بالعالم على حالي ما بخاف، بخاف على عائلتي، يعني على زوجتي وعلى أولادي وعلى أهلي. الوسط الفني اليوم عم بيطعمي خبز؟ أنت مكتفي ماديا بس من شغل الوسط الفني؟ شوفي هلأ نحن جيلنا، لأقول لك شغلة، نحن جيلنا بلشنا من الصفر. نحن يمكن كان طموحنا دولاب سيارة، وكان طموحنا حيط أو خيمة نقعد فيها، هذا اللي كان الطموح تبعنا، هيك كان جيلنا. لأنه نحن تربينا، بجوز كنت أعمل لك قبل شوي، نحن تربينا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تعلمنا وتربينا على الأدب وتربينا على الأخلاق قبل ما نكون ممثلين. طبعا نحن على كم الأعمال اللي اشتغلناها وعلى الشغل اللي اشتغلناه، نحن بجيلنا هلأ معظمنا يمكن صرنا ما عاد كثير متأثرين بالمادة، يعني انه كان بدنا بيت صار عنا بيت، وكان بدك سيارة صار عندك سيارة، يعني هذا الطموح تبعنا اللي كان المهم اللي هو بيت، هذا صار موجود، عرفتي شو؟ شو رأيك بالزواج المدني؟ أنا مع الزواج المدني، لأنه بالنهاية في شيء اسمه حب. نحكي قصة بسيطة، شب وصبية حبوا بعضهم، ليش لحتى ما يتجوزوا؟ في شيء اسمه حب، يعني إذا نحن ما عم نقدر هذا الحب، الحب رقي هون، هذا الشاب وهي الصبية حبوا بعضهم، مفروض يكون في زواج مدني، هذا المفروض يكون في زواج مدني، بس يعود إلى التعصب القبلي والتعصب الطائفي والتعصب كذا. هلا بجوز كثير، في كثير ناس ضد حكي هذا، عرفتي كيف؟ بجوز عائلتي أنا تكون ضد حكي هذا، بس أنا عم بحكي بشكل عام عن الحب، هذا بيتطبق ولا ما بيتطبق، هذا شيء ما بنعرفه، بس انا عم بحكي وجهه نظري بالحب. يعني سؤالي الاخير لحضرتك، بعد عمر طويل والله يطول بعمرك، شو هي وصيتك بحال وفاتك؟ ما في شيء ولا شيء ابدا، ولا شيء. عم بقول لك ما، يعني هلا نحن موجودين بالحياه، بكره ما لنا موجودين، عادي نحن كنا ولا ما كنا، الحياة تستمر، وإن شاء الله الحياة تستمر إلى الأفضل. يعني ما حدا بيخلد ولا حدا ولا الدنيا ما عاد تجيب أولاد، لا، هي حياة مستمرة دائما. يعني حسام عيدي تشكرك كثير من قلبي، وشكرا كثير لحضورك اليوم وتواجدك ولأعطائنا هاي الفرصة أنه نحن نكون معك. لك تسلموا، شكرا، كلكم ذوق، وإن شاء الله أموركم دائما لقدام، ويسود الحب في النهاية. هلا هلا هلا.